يا بنات انتوا شايفين شيء؟ شلون نشوفوا حاطين هذا على عيوننا؟ انا اسم ريحه عايزه وينك؟ ايه هذا من خرجه يغطي عيوني، اكيد هذا خرجه اول كوليسترول. حسبي الله عليهم، عصبوا عيوننا بصراوي على غلفانيله شوي اريح. بس انت وياها بس ابد على هالبجب، احنا هسه بنصوركم فيديو علشان نطلب من اهاليكم فدية مليون دولار امريكاني على كل راس. عابك ما في شام عابك هالبجم وان تبي مليون دولار على كل راس ومنو تبونه يدفع؟ وان شنو هي هاي؟ من اهلكم طبعا اغاتي. واذا ما عطوكم المليون؟ بعد يومين اذا ما اعطونا الفلوس راح اقطع روزكم. جات بابا ماكو فلوس. هذا وقد طلب الخاطفين نظير اطلاق سراح الرهائن مبلغ مليون دولار. لا يبقى مالك امل، خلها عندهم، ما بغينا نفتك منها. ولكم انتو ايش جابكم هنا؟ جايين حق بنت خالي حورية بنت صفات. اسمها حورية؟ ولك هاي وين بالشط يا يابا؟ افتح على وجهك الحرمة تكلمك. صد خالها صفات مات وخلى بنت حورية في البصرة واحنا جايين ندور عليها. خالك اسمه صفات وبنت اسمها حورية؟ اكيد هاي صارت مفلطح من زمان. اقلكم انتو ما عندكم عنوانها؟ لا عابت على هالبجيب، وشلون تريدون تدلونها؟ هيك يعني قلنا نروح وندور عليها. فن وهي هاي حورية والله كم عمرها الله يحفظها؟ والله شو اقول لك يا راعي البجيب، يعني هي مولودة ايام الملك فيصل. ولك ياهو بيهو الاول. ولك عابت على هالبجيب، شوفوا ايش تحكي هاي بعد 80 سنة جاية تدورينها. ولك ايش تحكي؟ شنو؟ لحظة انتي ما قلت شيء عنها 80 سنة؟ لا بارك الله فيك، ولا في خامس ولا في حلومك ولا في نعانة اللي هي بحث رحت فيها. 80؟ هذا اكيد هوت. ولكم فين؟ بس انتو شكلكم ازعاج، انتو فوتين؟ عموما انا اللي ويت اهلكم لان اهلكم باعوكم بتراب الفلوس. وانتي يا منخر اقصد يا بسعد روحي دوري على بنت خالتك بالمقبره ولزميها. اي عيوني لزمتها. طن مليم اقول عمي ارهابي ما تنزل وين يبيعون بقسام قمر خضير. اجت بصري اريد نودي لها النصوغه. انا وياكي يا مشاشه، انا وياكي يا مشاشه. ويه خلصنا طن. خلونا 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 موقف تسمعه وتشوفه. كل يوم موقف تسمعه وتشوفه. خلونا 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 ويوم تعبت تشوفونا. خلونا خلونا ويوم تعبت تشوفونا. أهل الديرة مريت كل فريج وكل بيت، طن واهل الديره مريت. اي والله كل فريج وكل بيت.